انا هقول لك على حاجه لو اتعملت في السينما يمكن الناس تقول دي كلام اوفر. بعد ما والدي توفى كان سايب لي اراضي عليها قضايا ووقف وحاجات كده. انا بعتها كلها بعديها يعني، بعتها بثلاث تعريفه يعني. فما كانش معايا فلوس خالص، وكانت والدتي مريضه. فقعدت مره قلت انا طب هعمل ايه؟ وانا لو الدنيا اتطربقت ما ارفعش سماعه التليفون واقول انا عايز فلوس او عايز حاجه. والدعوه الوحيده اللي بدعيها في حياتي ان ربنا يديم عليا الصحه وما يحوجنيش لحد لا ماديا ولا معنويا، ولما يجي اجل الواحد يروح في سلام بلا عذاب. فقعدت بكيت وقلت يا رب افرجها من عندك. الأداة ندًا زي ما بيحصل في الأفلام، بقول لك بالظبط الأداة ندًا. فتفائلت خير. بعد الأذان مباشرة انتهى الأذان لقيت تليفون البيت بيضرب. ما كانش ليا نفسي أقوم. وبعدين قمت لقيت مكتب رمسيس نجيب بيكلمني عشان فيلم بتاع ذكوريني. قال لي تجي لي النهارده. قلت له حاضر يا فندم. رحت له بالليل عملت عقد ب 100 جنيه. 100 جنيه كانت هنا يعني هنا، واداني 25 جنيه داون بيمنت كده، وقال لي 25 جنيه عشان تجيب بدل بس. فحلها ربنا من اوسع الابواب، بكاء، دعوه، اذان، استجابه. سبحان الله. والموقف ده تعرضت ليه كثيرا.